قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بناء مسجد في طرف المقبرة ولم يدفن في هذا الطرف أحد؟ لا يجوز بناء المساجد في داخل المقابر، لا يجوز بناء المساجد في داخل المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. قد يأتي من يظن إن هالمسجد ما بني في المقبرة إلا لأجل تبرك بالأموات ولا طلب الحوائج منهم، فيكون هذا وسيلة إلى الشرك، إلى الشرك بالله عز وجل. المساجد تبعد عن القبور، يكون بينها فاصل، إما شارع وإما أرض فضاء، ولا تكون متصلة بالقبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. نعم.